gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah. Gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. يوم أكبر إن شاء الله أكون دكتورة. مضيفة طيران. غنية. غنية؟ موظفة طيران. معلمة. دكتور. تيتشر. دكتورة. هو الرحلة النهاردة إحنا كنا جايين بمجموعة من الأيتام على أساس إن هم بيشاركوا مع هنا مع القناة. الواحد فعلا يعني بيرجو من الله سبحانه وتعالى إن هم فعلا يبقوا حاجة كبيرة جدا بفضل مجهودات محسنين كتير جدا بيرعوهم. كيدزينيا is entertainment facility, edutainment facility. كيدزينيا هو مركز ترفيهي تعليمي حيث يمكن للأطفال اختبار عالم الكبار في نسخة عن مدينة حقيقية ولكنها مصغرة بنسبة 70% من الحجم الحقيقي للمدينة. Just like a real city, we have our own currency. We have the kids. نتعامل هنا بعملتنا الخاصة تسمى الكيدزوز. الأطفال يتقاضون الكيدزوز عند العمل وعند حصولهم على المال لديهم الخيار في طريقة الاستفادة منه، إما العمل مجددا أو المشاركة في النشاطات. في سؤال بسيط جدا يمكن مع في بداية الرحلة، انت تحب ايه؟ يعني في اللي كان بيختار ان هو يبقى طبيب، في اللي كان بيختار ان هو يبقى مدرس، يعني تقريبا كلهم عايزين وظائف جيدة. مشاهدينا معنا السيد عبد الله محمد الجعدي عضو المكتب التنفيذي لمركز الإحسان الخيري، ويسعد صباحك سيد عبد الله. صباح الخير سيد عبد الله. من خلال احتكاككم بالأطفال، إيش احتياجاتهم، أبرز احتياجاتهم، طموحاتهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا إحنا كمركز الإحسان الخيري نقدم خدمات، نعمل تحت شعار رعاية نساء بلا معيل وأطفال بلا كفيل. حاليا إحنا نرعى حوالي 600 طفل وأكثر من 1600 أسرة من الأسر التي بلا راعي ولا كفيل. الأيتام من سنتين وإحنا رفعنا شعار الرعاية الشاملة، يعني اليتيم لا يحتاج بس مبلغ مالي. اليتيم يحتاج الرعاية في الجانب الاجتماعي، في الجانب الصحي، في الجانب التعليمي. مشاركته يعني تشارك اليتيم من خلال فعاليات معينة تكون قريب من اليتيم أكثر حتى يشعر بوجود المجتمع معه، أن المجتمع هذا يقدم له خدمة ويشعر بالألفة والتكافل والتآلف بينهم أكثر. يعني ما يحتاج اليتيم، اليتيم لم يذكر اليتيم هو الذي بدون مال، لا، في أيتام عندهم مال ولكن هو فقد الراعي، والإنسان الذي فقد من يرعاه يشعر بالضعف، فعندما يجد المجتمع يعني يرعاه ويهتم فيه فيشعر بوجوده كيانه بهذا المجتمع. أكيد. اسمح لنا سيد عبد الرح ننتقل إلى الرياض. ضيف الرياض أصبح جاهز، إذا ينضم معنا من العاصمة السعودية الرياض الأستاذ صالح اليوسف مدير عام جمعية الأيتام إنسان. صباح الخير. أهلا، صباح النور، حياكم الله. نعم. حياكم وحيا السادة المشاهدين. الله يسلمك أستاذ صالح. يبقى الأمل دائما معقودا على واجب المجتمع أيضا في منح الأطفال اليتامى والفقراء الفرصة نفسها المتوفرة للأطفال العاديين، فما هو حق المجتمع اتجاه هذه الفئة الأطفال تحديدا الأيتام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أردنا أن نتحدث عن أهمية أهمية التعريف باليتيم وأهمية هذا اليوم، اليوم اليتيم العربي، يجب بداية أن نعرف لماذا اليتيم. كما أخبر أو كما ذكر الأخ الكريم الضيف، أن اليتيم عندما يفقد والده هو لا يفقد المعونة المادية فقط، بل يفقد أمور كثيرة، يفقد الحنان والعطف، يفقد التوجيه، يفقد حتى الحقوق الأدبية والقانونية في المجتمع. وبالتالي جاء الإسلام ليرفع من شأن كافل الأيتام، لذلك أصبحت كفالة الأيتام من 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 أفضل البرامج والمشاريع التي يتقرب فيها العبد إلى الله عز وجل. كيف لا؟ وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى وفرق بينهما. هذا الفضل والأجر لا يوازيه فضل في كل الأعمال المندوب إليها شرعا. لذلك حقيقة يسجل لوزراء الشؤون الاجتماعية في الدول العربية أنهم أوجدوا هذا اليوم، يوم اليتيم العربي، والذي يهتم بهذا اليتيم ويوضح للمجتمع أن هناك أيتام يحتاجون لرعاية ويحتاجون لكفالة. أعتقد أنه الحمد لله نجد في 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 مجتمعنا العربي منظومة متكاملة وجيدة من الحراك الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق برعاية الأيتام، ابتداء من الجهود الحكومية التي تبذل في وزارة الشؤون الاجتماعية أو في الجمعيات الخيرية التي تقوم على رعاية الأيتام من قبل الأهالي. فلدينا على سبيل المثال في المملكة العربية السعودية جمعية الأيتام إنسان، والتي تعتبر من أكبر الجمعيات، هي تقدم الرعاية المتكاملة لليتيم. كما ذكر الأخ الكريم أيضا مرة أخرى أن الجمعيات لا تعتمد فقط في الصرف والإعانات، بل نعتمد على تأهيل هؤلاء الأيتام حتى يكونوا أعضاء صالحين في أنفسهم ومجتمعهم. نعم، اسمح لي أستاذ صالح أرجع لأستاذ عبد الله. من خلال الرحلات اللي أنتم تعملوها عادة للأطفال الترفيهية سواء أو التثقيفية حتى، كيف لاحظتوا التغييرات اللي بتصير عندهم؟ من خلال الرحلات احنا نقرأ هذه التغييرات من خلال السعادة الكبيرة التي نراها في عيون الأيتام والأطفال الذين يشاركوا في هذه الرحلات. أولا يعني كثير من هذه الرحلات لن يحظوا بمثلها إذا لم يكن هذه المؤسسات والجمعيات والمجتمع أن يحظى أو يرعى هذا الأيتام أو المحتاجين بأن يقوم مثل هذه الفعاليات. جزاكم الله خير. يعني نشعر أنهم يرجعوا بسعادة كبيرة جدا، ويشعروا بأن لهم مكانة، وأن هذا المجتمع يحظى يهتم بهم كثيرا، وأيضا يبادلوا هذا الحب، ويشعروا أن لهم لابد يكون لهم دور لرد الجميل لهذا المجتمع الذي يسعى دائما لخدمتهم. نعم. طيب أستاذ صالح، يعني من خلال أنتم كمراكز متخصصة في مع الأطفال الأيتام، لاحظنا دعم ودعم إيجابي جدا، ولكن أيضا من خلال التقرير لاحظنا أنهم عندهم أهداف وأيضا عندهم طموحات كبيرة من خلال زيارتهم لعالم كيتسينيا، واللي من خلاله أيضا يقدروا يحدد كل شخص أهدافه المهنية مستقبلا. كيف ممكن المؤسسات الخاصة أيضا تدعم هذا التوجه وهذا الطموح للأيتام؟ نعم، الأيتام كما ذكرنا هم يعني أحد أفراد المجتمع، وبالتالي لديهم طموحات ولديهم رغبات، وإذا سخر الله عز وجل لهم من يرعاهم ومن يرعى هذه المواهب والقدرات، بلا شك أن سينعكس هذا أثره على أدائهم وعلى أيضا حياتهم في 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 المستقبل. من خلال تجربتنا البسيطة مع هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعا، وجدنا حقيقة أنه يعني كما ذكرت أختي لديهم طموحات كبيرة وهم أطفال. صحيح. فعلى هذه الجمعيات وعلى كل من يتولى دور رعاية الأيتام أن يحسن تنمية هذه القدرات وهذه المواهب. سأذكر لك على سبيل المثال، يوجد في جمعية الأيتام إنسان نادي، هذا النادي يمارس فيه الطلاب المواهب من الساعة 4 عصرا وحتى الساعة 8 مساء. اكتشفنا عدد كبير من المواهب والقدرات. كان جزء من هؤلاء الأيتام متأخرين دراسيا وعندهم بعض الإشكاليات السلوكية، ساهم هذا النادي بتطوير هذه القدرات والمهارات، أصبح منهم الآن الحمد لله المتخرجين بتقدير ممتاز من الثانوية، سيلتحق إن شاء الله بعضهم في الطب والهندسة، سيحقق الرغبة التي كان يطمح لها في طفولته.
كما ذكرنا في التقرير بعض البنات وبعض الأطفال لديهم رغبة بأن تكون طبيبة أو يكون مدرس أو يكون، لن يتحقق هذا إلا بتوفيق الله عز وجل ثم بالدعم المتكاتف ما بين القطاع الحكومي من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وما بين الجمعيات الخيرية التي تمارس دور رعاية الأيتام. لا تنسى أيضا أن هناك عدد كبير من العلماء الذين أثروا في مسيرة الحياة هم كانوا من الأيتام، وهناك كتب عدة تتحدث عن بعض العظماء ممن كانوا أيتام. ومن شواهدنا على هذا في هذا العصر سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكثير من رجال الأعمال في المملكة لدينا يعني كانوا أيتاما، وهذه الظروف، ظروف اليتم والمعاناة، صنعت منهم عظماء في مجتمعهم. نعم. طيب أستاذ عبد الله، هل بإمكانية مثلا أنه يكون في بعض الأحيان هذا التعاون بشكل ملموس، بالذات عندما يصلون إلى مرحلة عمرية معينة تؤهلهم من العمل في المؤسسات أو الشركات، حتى من ناحية من خلال أنهم يكونوا يعني متدربين؟ احنا في المركز الإحسان حاليا اتجهنا لأنه لمعرفتنا أو للواقع اللي نعيشه أنه دعم اليتيم أو دعم الطالب حتى يتخرج من الجامعة هذا يكلف مبالغ كبيرة جدا، واتجهنا حاليا لبناء أكاديمية خاصة بالمهن السريعة الذي يستطيع من خلالها أن يكتسب المهارة، ونستطيع أن احنا نبحث عن أعمال مناسبة. احنا أيضا بدأنا بمشروع للأسر وهو عبارة عن معهد تدريب على الخياطة والتطريز والأعمال اليدوية، وعندنا الآن افتتاح مشغل، بمعنى أن احنا نحاول نكسبهم مهارات حتى يستطيعوا أن يحققوا بعض طموحاتهم في الوقت. احنا نسعى مع المجتمع ان شاء الله ان نحقق يعني ما نستطيع من الامنيات الذي دائما يسعى ان يحققها في حياتهم. الله يقدركم دائما على الفعل الخير، والله يجزاكم بالف خير وان شاء الله يجعلها بميزان حسناتكم. شكرا لك سيد عبد الله محمد الجعدي، عضو المكتب التنفيذي لمركز الاحسان هنا في دبي، وايضا اكيد نشكر الاستاذ صالح اليوسف مدير عام جمعيه الايتام انسان، كنت معنا مباشره من الرياض. شكرا لكم. شكرا. مشاهدين ذكركم